متابعي جريدة السياسة 24 المباشر، كانت واجهة الآن بدوار ولاد محمد بن سليمان، حادث انقلاب سيارة نوع بيكوب، علامة النهاية 10 نساء عاملات في الفلاحة، توفت واحد السيدة فيما أصيبت 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. حضور عناصر الدرك الملكي العاملة بالمركز الترابي القارة التابع لسلة برشيد و القائد الإقليمي للوقاية المدنية بمدينة القارة. وعناصر الدرك الملكي العاملة بمركز الترابي القارة التابع لسرية برشيد من أجل القيام بالمتعين. الطريق رقم 3606 على مستوى دوار ولاد محمد بن سليمان ما بين القارة والربط بين القارة والسطات. حضور مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية العاملة بالقرى من أجل القيام بالمتعين.